حضرتك انا متجوزه بقالي تقريبا زي 3 سنين، 3 سنين ونص تقريبا. بس كان زوج اهلي ما يعني اهل جوزي ما رفضوش انا اتجوزه، لان انا كنت متجوزه قبليه وهو مش متجوز قبل ده. ولما عرفوا دلوقتي انا بقالي تقريبا 9 شهور في هلاك ما يعلم بيه الا ربنا. عايزينه يطلقني، مش متقبلين خالص ان انا ابقى معاه، لان انا متجوزه قبل كده ومعايا اولاد. وبعد كده هو مش عايز يطلق، هو بعد مش عايز يطلقني، بس هم عاملين عليه حساب لا تتخيل. هو طبعا بيصرف عليا وكل حاجه، بس هم فاهمين ان هو ما بيصرفش عليا، لان انا بيني وبينه كان ماديات شغل، فعاوز منه فلوس لان احنا كنا داخلين في شغل مع بعض وكده. فانا مش عارفه اعمل ايه. هو عايز نفضل مع بعض نقول لهم احنا اتطلقنا ونفهم بعض، هو مش عايز يسيبني. نقول ولا نتطلق بفعل؟ لا يعني 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 يقول ان هو طلقني، او ممكن ان هو نعمل ان احنا اتطلقنا، بس يقول بس يفهمه. لا بس تعملوا يعني ايه؟ يعني يطلقك فعلا وبعدين يرجعك من غير ما هم يعرفوا؟ هتطلق. انا مش عارفه اعمل ايه. انا والله بس انا في تفاصيل انا عايزه اقولها لقابله الشيخ تفاصيل. طيب. وحضرتك اسالك سؤال، انت اكبر منه؟ انا اكبر منه. بس طيب. انا ما فيش يعني الموضوع السن او انا ما فيش ولا هو حس ولا انا ما اقصدش انت وهو، انا بتكلم بشوف هم شايفين الصوره كامله ازاي، يعني انا بتكلم عليهم هم مش عارفه. طب انا سؤال اخير بس، هم يعني هم مسلمين؟ هم مسلمين بس هم مش مسلمين. مش ايه؟ مسلمين؟ هم مسلمين؟ انا ليه بسألها هم مسلمين؟ علشان اقول لشعب الاسلام كله في شتى مشارق الدنيا ومغاربها، لا سيما اهلنا في مصر، لابد وان نفهم ديننا. يا جماعة، ليست المطلقة هو اسم عار، وليست المطلقة عار في جبين المجتمع ابدا، وليست الامر ذلك، بل المطلقة خير من 1000 امرأة على ذمة زوجها ويتخون زوجها. صحيح. وتحسن عشرة زوجها. هو بس هي اعتقادات وعادات، ما احنا بنقول للناس عماله تتوارث. وبعدين عشان نقول ما ناخدش المطلقة، ده كلام خارج وبنقلب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خاد امنا خديجة وكانت متجوزة 2 قبله. اكبر من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خاد التنا خديجة وهي اكبر من سنة. كان عندها 40 سنة وهو كان عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم. بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا مسلمين وبنحب سيدنا النبي قوي صلى الله عليه وسلم، وكل الحمد لله التليفونات مشغله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين وصلى الله على طه. طب يا سيدي تعالى نفذ وصيه، ان ربنا قال له كده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المطلقة دي قد تكون أختي، المطلقة دي قد تكون أمي، المطلقة دي قد تكون زوجتي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لملأ الناس كله، علشان نفهم ديننا. ده دين يا جماعة. وخدوا بالكم، آفة المجتمعات أن تطغى الأعادات والأعراف على الدين. مع الايام هنلاقي الدين اندثر وبدا العاده والدين. وخدوا بالكم انا بقول ليه الكلام ده. شوف الكلمه دلوقتي تجرح قوي. كلمه المطلقه، سيدنا لقمان بيقول لابنه ايه؟ بيقول له يا بني انه لا اطيب من القلب واللسان اذا صلح ولا اخبث منهما اذا فسد. يا بني اثنان لا تذكرهما ابدا. اسمع الوصيه دي قوي عشان جميله قوي، عشان هنختم بعدها قوي. طيب، اثنان لا تذكرهما أبدا، إيه هما؟ قال له إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس. لأن مفيش حد في الدنيا يسلم من ألسنة الناس. سيدنا موسى بيقول له يا رب أنا عايز حاجة ليا مخصوص. قال له إيه يا موسى وهو بها أعلم؟ قال يا رب أن تكتب لي السلامة من ألسنة الناس. قال يا موسى وعزتي وجلالي ما كتبتها لنفسي، فكيف أكتبها لك؟
ده انا ما كتبتهاش لنفسي. محدش فعشان كده لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من القال والقيل، قد قالوا في الله اقوالا ملفقه نزلت في معرض القران تنزيلا. يبقى الاثنين اللي ايه اللي ما تذكرهمش، اساءه الناس ليك واحسانك للناس، واتنين ما تنساهمش ابدا، الله والدار الاخره. اخر وصيه ونقفل. قال له ان الدنيا بحر عريض هلك فيه الاولون والاخرين، فان استطعت فاجعل سفينتك تقوى الله، وعدتك التوكل على الله، وزادك العمل الصالح، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. رسالة